ونتنا على المسموم كلش ثقيلة ثقيلة ضل عالجسر مطروح ما حد يشيله جينا لموسى بن جعفر خدنا بدمعة يتعفر راسي فاطمة وحيدر يا مسموم يا مسموم يا مسموم جينا بعين سجابة بقلب نيران لهابة جبدك نبكي وصوابة يا مسموم يا مسموم جينا الموسى بن جعفر خدنا بدمعة يتعفر راسي فاطمة وحيدر يا مسموم يا مسموم جينا بعين سجابة قلب نيران لهابة جبدك نبكي وصوابة يا مسموم يا مسموم الحزن مولانا يجمعنا بيك اللي بينفاجعنا عليك تهل مدامعنا يا مسموم يا مسموم شيعة ونهتف بعبرة وحق الطاهرة الزهرة نجيك زحوف للحضرة يا مسموم يا مسموم الحزن مولانا يجمعنا بيك اللي بينفاجعنا عليك تهل مدامعنا يا مسموم شيعة ونهتف بعبرة وحق الطاهرة الزهرة نجيك زحوف للحضرة يا مسموم يا مسموم لك أرواح نفديها مهج لجلك نضحيها عليك العين نعميها يا مسموم خلها عداك تسمعنا بيك احنا تولعنا عنك ياهو يمنعنا يا مسموم يا مسموم وحق الضحى بجفوفا جيك بروح ملهوفة ضريحك لازم نطوفة يا مسموم يا مسموم سمنا احنا بعالي الاكبر لوني اليوم نتوذر فداك والروح والمنحر يا مسموم يا مسموم جينا الموسى بن جعفر خدنا بدمعة يتعفر راسي فاطمة وحيدر يا مسموم يا مسموم جينا بعين سجابة قلب نيران لهابة جبدك نبكي وصوابة يا مسموم مسموم لك سيدي تعنينا فداك العمر وسنينا يا من حبك سكن بينا يا مسموم يا مسموم جينا اليوم مشاية لك يلبيك الكفاية بدينا ترفرف الراية يا مسموم يا مسموم لك سيد تعني انا فداك العمر وسنينا يا من حبك سكن بينا يا مسموم جينا اليوم مشاية لك يلبيك الكفاية بدينا ترفرف الراية يا مسموم يا مسموم اذا ما نبكي لمصابك اذا ما نعتني لبابك صعب نسمى احبابك يا مسموم يا الساكن ضمايرنا رسمناك بنواظرنا مصابك هز مشاعرنا يا مسموم يا مسموم ابو طلبة يسمونك يا المرضى يزورونك نضح الروح لعيونك يا مسموم يا مسموم صعب نقول ما نقدر وعن جاية نتعذر نجيك زحوف والكوثر يا مسموم يا مسموم جينا الموسى بن جعفر خدنا بدمعة يتعفر راسي فاطمة وحيدر يا مسموم يا مسموم
نبجي انا بعين سجاب بقلب نيران لهابه جبدك نبجي وصوابه يا مسموم يا مسموم يا بيار غبيك نتباهى شمس والدنيا ضواها بعالي الصوت قلناها يا مسموم وثيقة عهد بدمانا لك نكتبها مولانا مصابك عايش ويانا يا مسموم يا مسموم يا بيرغ بيك نتباهى شمس والدنيا ضواها بعالي الصوت قلناها يا مسموم وثيقة عهد بدمانا لكن اكتبها مولانا مصابك عايش ويانا يا مسموم يا مسموم يا راهب بني هاشم يا ساجد راكع وقائم تصرت بزود عالظالم يا مظلوم ليالي كانت تمرك ابد ما ضعف صبرك طامورة خلص عمرك يا مسموم يا مسموم يا تاج الشرف انت يا صابر والمجد نلت صبر والصبر مللت يا مسموم يا مسموم يا دريا ذهب يا جوهر تشع يا زاهي المنظر تمسك بيك نبقى اكثر يا مسموم يا مسموم جينا الموسى بن جعفر خدنا بدمعة يتعفر واسي فاطمة وحيدر يا مسموم يا مسموم جينا بعين سجابة قلب نيران لهابة جبدك نبجي وصوابة يا مسموم يا مسموم زوارك امس حلة بجي على تنش خلة جثثهم عالجسر ظلة جثثهم عالجسر ظلة زوارك امس حلت في جي على تنش خلت جتتهم عالجسر ظلت يا مسموم اجت ارواح زوارك الطوف بحضرة انوارك تنادي بثارها وثارك يا مسموم يا مسموم شجيعة وبقت مذكورة يا راية حزن منشورة لجن هزتناها الصورة يا مسموم في الضحالك بروحة بجت لمصابك جروحة بقتلك عينة مشبوحة يا مسموم يا مسموم وحق المصطفى الهادي لو انبينا حد الحادي نصيح بعبرة والنادي يا مسموم يا مسموم جمر الاه يتوجر عليك وبالقلب يسعر عن نهجك ما نتغير يا مسموم يا مسموم جينا الموسى بن جعفر خدنا بدمعة يتعفر واسي فاطمة وحيدر يا مسموم يا مسموم جينا بعين سجابة قلب نيران لهابة جبدك نبجي وصوابة يا مسموم يا مسموم جينا الموسى بن جعفر خدنا بدمعة يتعفر واسي فاطمة وحيدر يا مسموم يا مسموم جينا بعين سجابة قلب نيران لهابة جبدك نبجي وصوابة يا مسموم يا مسموم الكرام متواصلون وإياكم وهذا السيل الهادر نحو الكاظمية المقدسة نوثقه منذ ساعات الصباح الأولى وإلى الآن وبعون الله تعالى وبركة سيدي ومولاي موسى بن جعفر إلى آخر الليل إلى منتصف الليل نتواصل وإياكم حبا وطاعة وعقيدة وتمسكا بنهج الأئمة الأطهار الأبرار الأخيار وكذلك نحيي هذه الشعيرة الشعيرة التي نتعلق بها ونتمسك بها لكي نحيي مظلومية إمامنا الإمام السابع راهب أهل البيت باب الحوائج موسى بن جعفر سادة المعزين سادة المشاهدين نحن نقف وإياكم هنا على بعد أميال من مرقد سيدي ومولاي موسى بن جعفر
وها هي القلوب تسبق الأقدام للوصول إلى الضريح المبارك. هناك في الكاظمية اللقاء، هناك يكون العزاء، هناك المصيبة والفجيعة. أيها المؤمنون، أيها المعزون، ها هو إمامكم، ها هو سيدكم، ها هو قائدكم. احملوا نعشه على الرؤوس، انطموا الرؤوس، اذرفوا الدموع. قد مات مسموما مظلوما وكاظما ومظلوما ومسموما. يا سيدي ويا مولاي، ليتنا كنا معكم، ليتنا كنا قربكم. والله إننا، والله إننا لنلطم الرؤوس ونذرف الدموع ونقيم العزاء ونقيم المآتم ونطلب ثأركم من الملعون ابن الملعون. نعم أيها الموالون، أيها المعزون، هبوا، هبوا من أينما كنتم لنصرة إمامكم وقائدكم وسيدكم ابن الرسول الأكرم. ها هو مولاي موسى بن جعفر، موعدنا معه على جسر بغداد. وأي ميعاد، جاء إمامنا محمول على الأكتاف، مسموم مقتول، ومصيبته وعظم رزيته حلت على آل البيت. نعم، ها هي طبول العزاء تقرع، ها هي الأقدام تسير، ها هي الجحافل تأتي من كل فج عميق. وأي سير هذا، وأي مسير هذا؟ مسير عقائدي إيماني روحاني فدائي ولائي، جعل هؤلاء يسيرون من غير شعور، يتجهون إلى المرقد المبارك، يتجهون إلى أبا الجوادين، إلى العزاء، إلى إحياء هذه المصيبة، وهم ينادون: يا سيدي ويا مولاي، يا ابن جعفر، جئنا اليوم مشيعين، جئنا اليوم معزين. ها هم الآن يجتمعون صغارا وكبارا، رجالا ونساء، من أجل إحياء هذا العزاء وإحياء هذا اليوم وإحياء هذه الليلة الأليمة على قلب فاطمة الزهراء. وأي ليلة تلك، ساعد الله قلبك يا سيدتي ويا مولاتي يا فاطمة الزهراء، ساعد الله قلبك وأنت ترينه ابنك محمول على الأكتاف مسموم، مقطعة أفئدته بسم هارون اللعين. والله، والله إن هذا المنظر لربما يثلج قلب الزهراء، لربما يثلج قلب صاحب العصر والزمان. يا سيدي ويا مولاي، يا أبا صالح، عجل إلينا، ما أحوجنا إليك، ما أحوجنا إلى قيادتك، ما أحوجنا إلى أن نطلب ثأرنا معك وتحت رايتك. نعم، إننا اليوم نرفع أيدينا بالدعاء في كل خطوة، في كل مسير، في كل نظرة، نطلب من الله العلي القدير أن يعجل إلينا بفرج قائمنا أبا صالح المنتظر. نعم أيها العراقيون، أيها الشرفاء، أيها الأوفياء، أيها الأصلاء، بارك الله بكم على هذا الثبات. كنتم دوما على العهد، كنتم دوما على العهد، كنتم دوما على الموعد مع أهل البيت عليهم السلام. والله إن الله جعل، إن الله جعل الأئمة الأطهار بينكم وفضلكم على البلدان لكي تكون، لكي يكون العراق مركزا لالتقاء العاشقين، مركزا لالتقاء الأحرار والمحبين والمعزين الذين يأتون من كل أقصاء العالم ليرفعون رايات العزاء ويجددوا البيعة والعهد إلى آل البيت عليهم السلام. وهذا كرمكم، وهذا كرمكم وجودكم، وأنتم تقدمون الغالي والنفيس من أجل خدمة أهل البيت، من أجل خدمة ضيوف أهل البيت وزوار أهل البيت، بارك الله بكم. فأنتم، فأنتم الله قدمتم أعظم درس في العطاء والبذل
والجود والكرم لربما تعجز مؤسسات العالم بأسرها عن تقديم جزء نزير مما تقدموه لأهل البيت وزوار أهل البيت في كل مكان وكل زمان. كنتم على الموعد. ها هو العراق العظيم، ها هو عراق الأنبياء والأولياء والأوصياء. نعم، هنيئا لكم أيها العراقيون الأصلاء، وأنتم تجسدون هذه الصورة، تجسدون هذه اللوحة، لوحة الوفاء والانتماء لأهل البيت عليه السلام. بارك الله بكم بهذا العزاء، وبارك الله بكم بهذا المسير. أتواصل كل العراق، كل العراق اليوم يسير إلى الإمام الكاظم. ها هم شيعة الكاظم، ها هم أحباب الكاظم، يصطفون يتواصلون ويطوفون حول أمد جوادي. بارك الله بكم بمسيركم وبعزائكم. بارك الله بكم أيها الشباب الأصلاء، الشباب الحسيني العلوي المحمدي الكرمي. بارك الله بكم. نعم، تواصلون وإياكم. وهذه المقالة وأدرسها لكم. سحبت عني الأرض الكاظمية، شيعة الكرار منهب المنية، أجل فيهم التعب صبرك الصبر انكتب. يا أسد بغداد، يا أسد بغداد، يا أسد بغداد منهب المنية. الحوائج تعتني تحت ذبتك تنتفض حسراتنا، انت عايش بينا اصلا من نجيك لكن تمشي لك غصب خطواتنا. اما يا باب الحوائج تعتني تحت ذبتك تنتفض حسراتنا، انت عايش بينا اصلا من نجيك لكن تمشي لك غصب خطواتنا. والامل اسمك كتب رجلك يهون التعب. يا أسد بغداد، يا أسد بغداد، يا أسد بغداد منهب المنية. سحبت عني الأرض الكاظمية، شيعة الكرار منهب المنية، أجلك يهون التعب صبرك الصبر انكتب. يا أسد بغداد، يا أسد بغداد، يا أسد بغداد منهب المنية. احنا من صبرك تعلمنا الحياة، شلون ما تتعنى لك رجلينا. انت ما كنت بسجن لا مستحيل، فيك مسجون السجن وسنينه. احنا من صبرك تعلمنا الحياة، شلون ما تتعنى لك رجلينا. انت ما كنت بسجن لا مستحيل، فيك مسجون السجن وسنينه. صبرك الغيظ انشطر فجلك يهون التعب. يا أسد بغداد، يا أسد بغداد، يا أسد بغداد منهب المنية. سحبت عني الأرض الكاظمية، شيعة الكرار منهب المنية، أجلك يهون التعب صبرك الصبر انكتب. يا أسد بغداد، يا أسد بغداد، يا أسد بغداد منهب المنية. شمس ضوت دهاليز السجون، علمت خصمك أساطير وعبر. انت كوكب على الأرض مو بس إمام، كل ضياء الدنيا بعدك في خطر. يا شمس ضوت دهاليز السجون، علمت خصمك أساطير وعبر. انت كوكب على الأرض مو بس إمام، كل ضياء الدنيا بعدك في خطر. يا ابن خير العرب فقدك النور انسلب. يا أسد بغداد، يا أسد بغداد، يا أسد بغداد منهب المنية.
لك الصبر انكتب يا أسد بغداد يا أسد بغداد يا أسد بغداد من هب المنية. السلام عليكم أعزائنا مشاهدي قناة الفرات الفضائية، وعظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى شهادة راهب آل محمد راهب بني هاشم الإمام الكاظمي عليه السلام، ونحن نتواصل معكم بهذه التغطية المباشرة من المناطق والشوارع المؤدية إلى الكاظمية المقدسة. هنيئا لهذه الجموع المؤمنة التي تواصل مسيرها منذ ساعات الصباح الأولى حتى وقت متأخر من الليل، وهم يواصلون هذا الزحف وهذا المسير سيرا على الأقدام صوب الكاظمية المقدسة. هنيئا لهذه الجموع التي جاءت تعزي سيدي ومولاي الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه بشهادة جده أسد بغداد الإمام الكاظمي عليه السلام. نعم بكل تأكيد ها هم الزوار الأبرار يستشعرون الحب الذي يأتون به إلى الإمام الكاظمي عليه السلام، ورب سائل يسأل ما الفائدة من إحياء ذكرى أئمتكم، فنقول له انظر إلى الأثر الذي تركه ها هم أئمتنا الذي تركوا أثرهم علينا. نعم ها هم زوار أهل البيت وأتباع أهل البيت، ألم تشاهدهم كيف لبوا لنداء المرجعية عند صدور الفتوى العظيمة ضد العصابات الإرهابية التكفيرية؟ فبذلوا الغالي والنفيس من أجل أن يستعيدوا الأراضي العراقية من العصابات الإرهابية. ألم تنظر إلى هؤلاء كيف فتحوا بيوتهم للمهجرين الذين نزحوا من المناطق التي كانت تتعرض للعصابات الإرهابية؟ ألم تنظر إلى هؤلاء وها هو الأثر الذي تركه أهل البيت على هؤلاء، وهم يرسلون المساعدات إلى الشام إلى سوريا بعد الزلزال الذي حدث قبل عدة أيام؟ إذن هذا هو الأثر الذي تركه أهل البيت على محبيهم على أنصارهم على تابعيهم. هم أهل البيت وهم أنصار أهل البيت يواصلون هذه الرسالة وهذه المبادئ وهذه القيم التي ضحى من أجلها أهل البيت، ليواصلوا هذا المسير سيرا على الأقدام، وهم يقطعون مئات الكيلو مترات سيرا على الأقدام قادمين من كل حدب وصوب من كل المحافظات الجنوبية باتجاه العاصمة بغداد لإحياء هذه الشعيرة الخالدة، شعيرة زيارة الإمام الكاظمي عليه السلام راهب آل محمد. عظم الله أجورنا وأجوركم أيها الموالون أيها المعزون، وأنتم تسيرون على هذا الطريق طريق ذات الشوكة الذي رسمه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وسار عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وعبده سيدنا ومولانا الإمام الحسين بدمائه الزكية مضحيا بأولاده وأصحابه وأهل بيته من أجل استمرار هذا الطريق وهذا المسير وهذه النهضة وهذه الرسالة. ووصل إمام تلو إمام من زمان إلى زمان حتى إمامنا الكاظمي عليه السلام الذي استلم الراية من آبائه وأجداده ليواصل هذه السيرة، وهو يبعث بعلمه برسالته من سجون هارون إلى أصحابه باتجاه الموالين باتجاه المحبين. إذن هذه الرسائل وهذه القلوب التي جاءت سيرا على الأقدام وهي تنبض بحب أهل البيت، هذه الأكف التي رفعت أكفها هذه الأيدي التي رفعت أكفها إلى السماء على أن يحفظ الله العراق والعراقيين ويديم هذه النعمة علينا وعلى جميع الموالين وجميع الأنصار والأبرار والزوار الذين يواصلون هذا الطريق. سرادق العزاء والمواكب الحسينية الكاظمية تواجدت على طول هذه الطرق
المؤدية إلى الكاظمية المقدسة، وهي ترسم لوحة إيمانية، لوحة كاظمية، لوحة حسينية، بأنها مستمرة على خدمة أهل البيت وعلى خدمة أتباع أهل البيت. هذه الحشود المؤمنة وهم الزوار يواصلون طريقهم صوب الكاظمية المقدسة. سنلتقي ببعض الزائرين بخصوص الزيارة وانطباعاتهم حول زيارة الإمام عظم الله أجوركم. حدثنا عن الأجواء في منطقة العظمية. الأجواء يعني نعمة بخير، جاه موسى الكاظم، وهاي الزوار إن شاء الله توصل بالسلامة ومعمورة إن شاء الله. شلون شفت المواكب في هذه الطرق؟ أولا نعزي صاحب العصر والزمان باستشهاد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام دكتور بغداد، والمواكب كل زين والحمد لله، وأنا أعمل مواكب والاتجاه صحيح، ونشكر الإمام ونظام وكل شيء نعمة. الله يتقبل إن شاء الله، عظم الله لك الأجر. رحم الله والديك، مجهور إن شاء الله نعزي. زاير؟ إيه الحمد لله زاير. زاير. إيش صار لك تمشي من يا منطقة؟ لا أنا من البنوب، صار لي تقريبا قبل ساعتين هيك طلعت. اليوم ربما إن شاء ذروة الزيارة بدأت بأعداد كبيرة من الزائرين. أي صحيح، اليوم هواي زوار وخير من الله. خدمات فول الحمد لله، وحماية وكل شيء متوفر الحمد لله. وشكرا. رحم الله لك الأجر. الله يرحم والديك. أنت زاير خادم؟ لا زاير. جاي مشي منين؟ جاي من البلديات. للإمام الكاظم. للإمام الكاظم أسد بغداد. الله يتقبل إن شاء الله. رحم الله والديك، مشكور. نعم، صغارا وكبار، وهذا الطريق لم يقتصر على طائفة معينة ولا على لون معين ولا على قومية معينة. الكل يسير في هذا الطريق صغيرا وكبيرا، ونساء ورجالا، كل يسير حسب عمره ليواصل هذا الطريق. فالنساء يتأسن بسيدتهن الحوراء زينب، وأن يعزن فاطمة الزهراء بشهادة الإمام الكاظم عليه السلام. أجواء إيمانية، أجواء حسينية، رغم برودة الأجواء ووصولنا إلى ساعات متأخرة من الليل، لكن أتباع أهل البيت يواصلون هذا المسير إلى الكاظمية المقدسة، وهم يرسمون هذه الصورة الإيمانية الحسينية الكاظمية عبر قناة الفرات الفضائية وعبر الزملاء المتواجدين في كل الطرق المؤدية إلى الكاظمية المقدسة. نتشرف بأننا نكون من الناقلين لهذه الشعيرة الخالدة التي نتشرف أن ننقلها في هذا العام، وإن شاء الله في كل عام، لنبين للعالم أجمع بأننا شعب نحب السلام والوئام والمحبة بيننا. واليوم العاصمة بغداد تستقبل الزائرين من كل المحافظات، وتستقبلهم وترسلهم إلى الكاظمية المقدسة. سنتواصل معكم بالصوت والصورة حتى يوم الزيارة. لكم الكلمة زملائي في الاستوديو. موسى بن جعفر الكاظم ذكرى للحشر دايم بالمصيبة، موسى بن جعفر الكاظم ذكرى للحشر دايم بالمصيبة. سيرة ومناهج باب الحوايج، سيرة ومناهج باب الحوايج. سيدي من اذكر اسمك والله لاجلك احن، يلي قضى حياته كلها وسط السجن، يلي بتجيني دمعة ساهرة على الجفين. أقدر أنسى مصابك يا إمامي تظن؟ يا باب الحوايج، يا سما ولها عارج، يا صلاة الحزن. يا باب الحوايج، يا سما ولها عارج، يا صلاة الحزن. يلي جسمك نحيل، يلسجنك طويل، هارون الرشيد خليت ذليل. يا سيد القيود، تسبيح بين ايديك، من تنزل السياط تجري الصلاة عليك. والسجدة الطويلة بدموعك غسيلة، سجانك سجنت ومو غريبة، اتمعن في ذكراك والقهوم وياك، يا الكاظم وعز على المصيبة. موسى بن جعفر الكاظم ذكرى للحشر دايم بالمصيبة،
موسى بن جعفر الكاظم ذكرى للحشر دايم بالمصيبة سيرة ومناهج باب الحوايج سيرة ومناهج باب الحوايج انت معنى التحدي وانت صوت الرعود ما تخوفك زنازن ما ترهبك قيود كل زمن يحكي عنك وخياله تعود والامل في سمانة هذا رمز الخلود حقنا باسمك نضحي وانت للدنيا توحي يعني ذكرك وجود حقنا باسمك نضحي وانت للدنيا توحي يعني ذكرك وجود والسند انهزم حسست بندم من شافك جبل ما يوم انهدم وخافك السجون شنهو انت من تكون مثلك يا ابو الرضا ما شافت العيون بالقلب رسمناك بالعزم عرفناك وانت ثورة الهبة الضماير موسى أعيا فرعون وانت تلغي هارون والقصر شهد لك والعساكر موسى بن جعفر الكاظم ذكرى للحشر دايم بالمصيبة موسى بن جعفر الكاظم ذكرى للحشر دايم بالمصيبة سيرة ومناهج باب الحوايج سيرة ومناهج باب الحوايج تدري ذوبنا يومك والله يا ابن الحجاج ونذكر اللي يسألك يمتى يوم الفرج قلت للجمعة تطلع وبنسويد ابتهاج تالي تطلع جنازة لها ذابت مهاج لها أربع حمامين عالجسر والدمة تزين والجمع كله ما لها أربع حمامين عالجسر والدمة تزين والجمع كله ما والشيعة الوفود نثرها الورود لكن يا وساف عزهم ما يعود إمام رافضة شيع يا شيعته مرمية على الجسار تراها جنازته تبكي صارت الناس تلقم ويلي عالراس مات الكاظم بجو يا موالين والله جبده مضروم راح لله مسموم بعد الحسرة والام الزنازين موسى بن جعفر الكاظم ذكرى للحشر دايم بالمصيبة موسى بن جعفر الكاظم ذكرى للحشر دايم بالمصيبة سيرة ومناهج باب الحوايج بركاته أعظم الله أجورنا وأجوركم مشاهدينا الأكارم أينما كنتم وأنتم تشاهدون هذه التغطية الحية المباشرة عبر شاشة الفرات وشبكة مراسلين المنتشرة على كل الطرقات المؤدية صوب الكاظمية المقدسة كما تلاحظون الطريق ليلا لا يختلف عن نهارا عن المواكب الخدمية وأيضا عن قضية الزارين ما زالت هذه الجموع الكبيرة والغفيرة تتوافد صوب الكاظمية المقدسة فلم يعني البرد لم يثني عزيمة الزارين ولا يثني عزيمة المواكب الخدمية الحسينية المتواجدة في هذه الطرقات كما تلاحظون اليوم مواكب منتشرة على كل هذه الطرقات وأيضا الزائرين جميعهم متواجدين في هذه الطرقات والكل تقدم الخدمة والكل تسير في هذه الطرقات نعم اليوم الكثير من الصور الحية الصور الحسينية التي شاهدناها في هذه الطرقات كما تلاحظ هذا الطفل وهذا الشيخ وهذا الشاب الكل تقدم الخدمات في هذه المواكب الله يساعدهم حياكم الله شلونهم شباب شلون زينين ان شاء الله تعال يا اخوي انت بالموكب ان شاء الله الله يحفظكم انتوا الصبح تقدمون خدمه ظهور تقدمون ظهور وعصر وليل خدمه مستمره ما شاء الله 24 ساعه كله ببركات محمد وآل محمد واحنا خدام موسى بن جعفر نسال الله سبحانه وتعالى يفرج على هذا الشعب
ويحفظ زوار موسى بن جعفر. الله يحفظكم. وش وقت تبلشون خدمة؟ يعني إذا أنت توزع ريوق، توزع غدا، وهسه عشاء، ومستمر الساعة 10 بالليل توزع. احنا نخلي وجبة تصير بين التسعة، لأن اكو مواكب يقطع العشاء يقطع هاي، فاحنا نسوي وجبة إضافية. وجبة إضافية هاي، لأن اكو زوار تجي تعبانة، ووراها عندنا فواكه، تفاح، موز، برتقال، وخير ممدود بفضل الله ومحمد وآل محمد. عشاكم شنو اللي وزعتوه؟ والله وزعنا دولمة، كملة الدولمة وزعنا كبوها، هسه عندنا همبرجر. ما شاء الله، نعمة من الله. نعمة من الله. وغداكم وريوقكم؟ ريوقنا نسوي كم بيض، اي، وسوينا همينة الظهر هم كبة وهم دولمة وياها. عندنا كادر نسائي صباحي خبزين، اي، فحد نذن للأربعة ويتوكلن، يجن الصبح الساعة بالستة الصبح الخبزه نحضر احنا ريوقنا ونوزع. خير من الله، صفره ممدوده، صفره موسى بن جعفر سلام الله عليه. زين، سؤال، اليوم انتو على مدى ايش قد صاركم وهذا الخدمه اللي جاي تقدموها؟ اليوم رابع يوم، احنا بلشنا من يوم الاثنين، الاحد نصبنا، الاثنين بلشنا، ان شاء الله باكر ب 12 بالوحده بالليل نكوف، لان تدري بعد الحركه تقيل، نتوجه لزياره مال موسى بن جعفر سلام الله عليه. سلام الله عليه. أيه. زين، احكي لي على قضيه التعب اليوم، ما شاء الله شباب، وايضا ما عندنا ذاتك كل تعب، ما عندنا، بالعكس من نقعد نضوج، بالله العظيم مو مجامله ولا قدام الكاميرا، بس من نشتغل ننسى، قلت لك ما دام الخدمه لموسى بن جعفر تنسى كل شيء. هسه احنا من نقعد هنا نضوج، شوف هسه عندنا الكادر الجو، ناس يفتح صمون، ناس تسوي، حتى نساعدنا صغار يعني. كل من مختص بعمله، كل من مختص، والجماعه كلهم همين يريدون دعاء والاجر والثواب. زين، انت تعب هسه قضيه تعب، قلت لي تعب ماكو، زين هذا البرد ابد لا تفكر بيه ابد، وداعتك هاي ابد لا تفكر بيه، لان احنا مو سنه وسنتين، احنا نخدم مال موسى بن جعفر ونخدم مال الامام الحسين، فاحنا نتانيها يوم يوم، شنو تعب شنو هاي؟ هذا باب الحوائج، فيدنا تعب هذا احسن من الدنيا كلها، تعب شنو؟ واحنا عندنا متعددة الاطياف، كل الاطياف عندك يعني، عندنا سنه وعندنا شيعه وعندنا مسيح وعندنا كردي، كلها تشتغل هنا بالموكب، داخل الموكب موسى بن جعفر، كل ما عندنا فرق، كلها عندنا مسيح، كل شيء، كل القوميات عندنا، ما شاء الله. واللي يتعب مثلا يريد ينام بالليل نقول له روح له لك تعال الصبح، بس احنا يعني المقربين مستمرين، تجينا بالسبعة الصبح تلقانا هنا، والله تلقانا نوزع هذا مكاننا. ما شاء الله. اللي نشوفه نعسان عندنا خيمه لي ورا، نقول له روح نام ارتاح. خير من الله مواكب، مو بس احنا، وكلها على هذا النمط المواكب، مو بس واحد. كلها على هذا التوزيع، وخير من الله. نسأل الله التوفيق. بارك الله بكم، الله يعني وصف. بصراحه يعجز اللسان عن وصف هاي المشاعر ابد اللي عندكم فيها. ما احنا ليش الله عز وجل خص الحسين بالعراق واهل البيت؟ لان يعني العراق هم اهل الكرم. ليش ما خصهم بغير مكانات؟ يعرف انصاره بهذا البلد ومواليه بهذا البلد، حتى الامام سلام الله عليه، الامام الحجة عجل الله فرجه، ظهوره بهذا البلد، يعني له مناصرين بهذا البلد. ونسال الله يوفقكم ويوفق هاي الزوار ويوفق القوات الامنيه، نطلب من الله ومنكم الدعاء انه. اهلا وسهلا بك. سمعتك تصيح قبل شويه، هلا بالزاير، شو صيحت؟ شنو شو تقدم خدمه بالموكب؟ تقدم خدمه للزوار، ونحب الزوار احنا، ونتاني يوم يوم حزوار حتى نخدمهم. والله زين، باكر راح تخلص الزياره، وراها شلون انت ايش راح تسوي؟ والله انتظر مال امام الحسين، انتظر الاربعينيه وهم تروح تقدم خدمه. ايه. والله يعني بصراحه يعني شاب اليوم طفل يعني يخلص زياره الامام الكاظم سلام الله عليه وينتظر زياره الاربعينيه حتى يقدم الخدمه، ما تتعب انت؟ ما تمل؟ زين انت ايش تعرف عن الامام الكاظم؟ ايش تعرف عن الامام الحسين؟ وانت عندك هاي المشاعر؟ ابونا معلمنا بعد. بارك الله بكم، بارك الله بكم، يا هاي التربيه الصحيحه، ماجور ان شاء الله حبيبي، ماجورين، الله يساعدهم. شو عندك؟ شو عندك؟ خليني اشتغل انا. خليني اشوف الجماعه جوا. يا الله، اليوم الجماعة متحزمين، متحزمين ما شاء الله، داخل الموكب ما شاء الله عليكم. السلام عليكم، عظم الله أجوركم. حجينا الله يساعدك، شلون أمورك؟ تعبان ما تعبان؟ الله يساعدك. أهلا وسهلا. اليوم أنت جاي تقدم خدمة، أنت يحتاج لك واحد يخدمك ويقدم لك خدمة. بينا كل الحيل إحنا،
ونقدم خدمة لبعض الإمام موسى بن جعفر مستعدين نقدم كل شيء. اي والله. وقت ترتاح؟ ما ارتاح ان شاء الله. من هلا ما تخلص الزيارة ان شاء الله. رحت زريت لو تنتظر الزوار يخلصون؟ باكر نطلع. من يكمل الزوار؟ ان شاء الله نكمل الزوار ونطلع للإمام موسى بن جعفر نزور ونرجع. وبيك ان شاء الله. بارك الله بيكم. اليوم هو هذا حال المشاعر الحسينية المتواجدة بهاي الطرقات. ها عمو شلونك؟ اجي يميك؟ شلونك؟ السلام عليكم. مأجورات ان شاء الله. انت شو اسمك بابا؟ زهرة. زهورة تبي اصغر؟ سادس. سادس ما شاء الله. وانت حبيبتي؟ ثاني. شو اسمك؟ كنوشة. زهورة اليوم انت من شو وقت لشو وقت تقدمين الخدمة هنا؟ شنو شغلك بداخل الموكب؟ بالصمون، هسا افتح صمون. ما شاء الله تفتحين الصمون، ايش قد تفتحين باليوم؟ واي. من الصبح الليل تشتغلين؟ لا بالليل يعني من الليل. ها بس بالليل تشتغلين. مأجورين ان شاء الله، شكرا مأجورين. طبعا هو هذا اليوم الحال، اليوم المواكب المتواجدة، المواكب الخدمية، المواكب الحسينية المتواجدة في هذه الطرقات جميعها تقدم هاي الخدمات، الكل مشتركة من النساء، من أطفال، من شيبة، من شباب، بدون تعب، بدون كلل، بدون ملل، يقدمون ويتسابقون. اليوم الطفل بيقول أنا أنتظر الزيارة الأربعينية بعد ما تخلص هذه الزيارة، الرجل الكبير بالسن ينتظر يخلص آخر زائر وبعدها يتوجه إلى الكاظمية المقدسة. هذا هو حال اليوم كل خدمة الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام المتواجدين بهاي المواكب الخدمية. ولا ننسى أيضا اليوم الزائرين نفس الحالة، الزائر اليوم بدون تعب، بدون كلل، بدون ملل يسير بهاي الطرقات صوب الكاظمية المقدسة في هذا الجو البارد. جميع الزوار يسيرون في هذه الطرقات وبدعم أكيد وأسناد من الأجهزة الأمنية اللي مأمنة بحمد الله الزيارة. القوات الأمنية منتشرة بصورة كبيرة وفق انسيابية طبعا لحركة العجلات. هناك طرق مغلقة، هناك طرق مفتوحة يتم فتحها ليلا وغلقها نهارا في سبيل تأمين هذه الزيارة وحركة المركبات. أيضا الجانب الصحي طبعا هناك الكثير من الخدمات الصحية اللي يقدمها جانب الكرخ أو الرصافة من خلال الفرق الصحية المنتشرة الثابتة والمتحركة. الثابتة اللي تكون داخل الموكب عبارة عن موكب متواجد بكل الأدوية وأيضا أطباء وممرضين. أما المتحركة اللي هي تشمل سيارات الإسعاف اللي منتشرة على كل هاي الطرقات حتى لا سمح الله أحد يتخربط من الزائرين، كذا يتم نقله إلى أقرب مشفى. اليوم هذا هو حال طريق الإمام الكاظم، طريق الخدمة الحسينية المتواجدة في هذه الطرقات صوب الكاظمية المقدسة. وأكيد بقية الطرقات مثل ما لاحظنا من أخوتنا المراسلين المنتشرين في بقية المناطق البغدادية، اليوم كل بغداد تعج بالزائرين. اليوم بغداد ليلا هي نفسها بغداد نهارا، الزائرين منتشرين في كل المكانات، المواكب الخدمية منتشرة أيضا على كل الطرقات كما أسلف الأخ في داخل الموكب. الموكب اليوم لم يقتصر على فئة معينة أو طائفة معينة بل هو شمل جميع القوميات والطوائف في المواكب الحسينية الخدمية. نعم أعزائي المشاهدين، هذه انتقالة إلى الاستوديو والبث المباشر. موالين بالشايع تنين والأرواح مهمومة وحزينة، موالين بالشايع تنين الأرواح مهمومة وحزينة، مثل الجسد محبين ونضحي بعمرنا على جسر الألم، بالموعد حضرنا لتانيك لتانيك. نحكي لك ألمنا والعبرة بصدرنا، طابع للعقيدة وبعيونك كبرنا، هنيت لك حبسنا الدمعات بصبرنا. نحكي لك ألمنا والعبرة بصدرنا،
ما بيعنا العقيدة وبعيونك كبرنا، هم مثلك حبسنا الدمعات بصبرنا. مسجون من قدر يسجن شميت هيهات، نذر رحمة ينحبس يا ناس، واحنا كل من عنده هم وعنده يمك غاية، غايتنا وحاجتنا للموت ما نعوفك، مطفية ومعمية عيني الما تشوفك، عيني الما في الجسد محبين ونضحي بعمرنا على جسر الأئمة بالموعد حضرنا. مثل الجسد محبين ونضحي بعمرنا على جسر الأئمة بالموعد حضرنا. لتانيك لتانيك سجانك يا مظلوم سجان الضميرة، ما شاف الحقيقة وظل أعمى البصيرة، ما خاف الله من قال ما عندك عشيرة. سجانك يا مظلوم سجان الضميرة، ما شاف الحقيقة وظل أعمى البصيرة، ما خاف الله من قال ما عندك عشيرة. مظلوم وبألم صاح السجن مولاي، قوة الله لا تونس موت، لأن عرفوا انت ثورة لله منها الغاية، بامورة أعقادي سجنون الإمامة، دار النوم منعوفة من تقوم القيامة، من تقوم القيامة. الجسد محبين ونضحي بعمرنا على جسر الأئمة بالموعد حضرنا. نحن الجسد محبين ونضحي بعمرنا على جسر الأئمة بالموعد حضرنا. لتانيك لتانيك سجل مال وطمنا مولاي احنا يمك، لم صوت السناسيل تذكرها وتألمك، هضموك اللي يضدوك ما نرجع نهضمك. سجل مال وطمنا مولاي احنا يمك، لم صوت السناسيل تذكرها وتألمك، هضموك اللي يضدوك ما نرجع نهضمك. حرمك من الشمس ومن الهوى سماك، على صرحك ما دوى خيدوك، حتى تطلع بالقيامة شوفك مدماية. يا ثورة تحدي كل ظالم يهابك، بجية السماوات والقاع لبابك، والقاع لبابك. في الجسد محبين ونضحي بعمرنا على جسر الأئمة بالموعد حضرنا. نفني الجسد محبين ونضحي بعمرنا على جسر الأئمة بالموعد حضرنا. لتانيك لتانيك طايل ومرعد واجينا والصعبة تنحل ودعي لكم الأجر. سادتي الكرام مرة أخرى ولازلنا متواصلون معكم ببثنا المباشر لهذه الزيارة الرجبية لهذه المصيبة الكبيرة التي يحييها شيعة أمير المؤمنين سلام الله عليه، يحييها أتباع محمد وآله. هذه المسيرة الخالدة، هذه المسيرة العزائية التي يصر أتباع آل بيت النبوة الأطهار على إحيائها، فهي امتداد لعقيدتهم ولمبادئهم ولأئمتهم، أئمة الهدى سلام الله عليهم. أئمة الهدى سلام الله عليهم قدموا أرواحهم وقدموا دمائهم وقدموا عوائلهم أيضا في سبيل إعلاء كلمة الحق، في سبيل رفع راية الإسلام عاليا، ومن أجل ترسيخ المبادئ التي جاء بها والرسالة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله. فهذه التضحية الكبيرة وهذا الارتباط الكبير لدى شيعة أمير المؤمنين بهذه المناسبات العظيمة وبهذه المناسبات الحزينة ما هو إلا لرد شيء بسيط من الوفاء ومن
نصرة لآل بيت النبوة الأطهار. هنا أتحدث عن سيل بشري متدفق لا يوقفه ليل أو نهار، أتحدث عن سيل بشري متدفق نحو الكاظمية المقدسة منذ عدة أيام. هذا المشهد لا تجده مطلقا في الكرة الأرضية، إلا في العراق، إلا في بغداد، إلا بجوار سيدي ومولاي. أتحدث عن مواكب عزائية تلطم صدورها هنا من وسط العاصمة ومن مناطق شتى باتجاه الكاظمية المقدسة، على هتاف واحد، بعزاء واحد، بهمة واحدة، بتلبية واحدة. سادتي الكرام، هي تجتمع ويجتمع الموالون بهذه المصيبة الكبيرة بمشهد حزن وبمشهد ألم كبير هنا في نفوس الزائرين. نرى هذه الجموع الغفيرة بمختلف مناطقها بمختلف انتماءاتها توحدت وانصهرت وذابت لكي تقدم العزاء إلى سيدي ومولاي باب الحوائج، إلى الله الإمام موسى بن جعفر الكاظم سلام الله عليه. إمامنا سلام الله عليه قدم كل شيء من أجل إعلاء كلمة الحق رغم التضييق الذي كان يمارسه السلطة الظالمة وتمارسه السلطة الظالمة في ذلك الوقت، إلى أنه استطاع بعلمه وبحكمته أن يتواصل مع أتباع شيعة أمير المؤمنين بطرق أراد من خلالها أن يوصل هذه الرسالة المحمدية وإلى يومنا هذا. ومهد أئمة الهدى سلام الله عليهم إمام بعد إمام الدور الجهادي أمام سلطة الطغيان، أمام سلطة الكفر في ذلك الوقت، من أجل أن يمهدوا ذلك كله إلى إمامنا المفدى صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف. فلازلنا مستمرون معكم ببثنا، كما تستمر هذه الجموع الغفيرة المتدفقة نحو الكاظمية المقدسة. هنا يهتف الصغار والكبار مرحبين بالزائرين، معزيهم أيضا بهذا المصاب الكبير. سادتي، إنها مشاهد الألم والحزن والأسى مستمرة دائما على محيا هذه الجموع الغفيرة التي تزحف إلى الكاظمية المقدسة. أتحدث عن إصرار كبير، أتحدث عن عزيمة كبيرة من أجل رفع راية الإسلام. هؤلاء المؤمنين الذين يتجهون الآن إلى الكاظمية المقدسة رغم برودة الجو ورغم كل الظروف التي تحيط بهؤلاء، إلى أنهم يصرون وبشكل ثابت على إحياء هذه الزيارة الرجبية الخالدة. يصرون لأنهم يعلمون تمام اليقين وتمام المعرفة بأنها سبيل النجاة، بأنها طريق الحق، بأنها طريق الصدق، بأنها خطوات التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هنا حيث يستغفر الموالون، هنا في هذا الطريق يعد بوصلة لكل نفس. إنها فترة أن يعيد الشخص حساباته، أن يعيد مراجعة أعماله من خلال الاطلاع على سير الأئمة المعصومين، من خلال التمسك بمبادئهم، من خلال التمسك بوصاياهم. إلى هؤلاء الشيعة الذين يصرون دائما وأبدا على إحياء هذه المناسبة الأليمة، مستمرون معكم أحبتي الكرام سادتي في هذه المشاهد الحزينة، مستمرون بنقلها من مناطق شتى، مستمرون ببثنا، وهذه عودة إليه. للثوار للثوار، هاي انصار هاي انصار، للثوار للثوار، يا مشعل للثوار، هاي انصار هاي انصار، شيعتكم هاي انصار، للثوار للثوار،
يا مشعل للثوار هاي انصار هاي انصار شيعتكم هاي انصار حجني واسف والحقد ما يهمنا اسم الجواد كل سنة موكبنا حاضرنا خلي يبلغ الغايبنا ثوار منك سيد تعلمنا يا كرار يا كرار ويبنك يا كرار هاي انصار هاي انصار شيعتكم هاي انصار للثوار للثوار يا مشعل للثوار هاي انصار هاي انصار شيعتكم هاي انصار للثوار للثوار يا مشعل للثوار هاي انصار هاي انصار شيعتكم هاي انصار انصار كل الحضر تتعنينا رغم الجروح الواضحات البينا ابن الرضا بكل عام ما ناسينا شيعة ونحبك سيدي تدرينا شوف الصار شوف الصار من بعدك شوف الصار هاي انصار هاي انصار شيعتكم هاي انصار للثوار للثوار يا مشعل للثوار هاي انصار هاي انصار شيعتكم هاي انصار للثوار للثوار يا مشعل للثوار هاي انصار هاي انصار شيعتكم هاي انصار هاي الحشود تعنيتك مشاية انصارك احنا ولا العهد وفاية رايتنا تعلى وما تطيح الراية لجل العقيدة ومرقدك حماية نحمل دار نحمل دار نتحزم نحمل دار هاي انصار هاي انصار شيعتكم هاي انصار الثوار الثوار يا مشعل للثوار هاي انصار هاي انصار شيعتكم هاي انصار للثوار للثوار يا مشعل للثوار هاي انصار هاي انصار شيعتكم هاي انصار من المهد اسمك عليك خليته وعلى الذنب ويا الحاجد شديته للكاظمية بموكب تعنيته واسمك عالم فوق النجم ساريته والأحرار والأحرار معروفين الأحرار هاي انصار هاي انصار شيعتكم هاي انصار للثوار للثوار يا مشعل للثوار هاي انصار هاي انصار شيعتكم هاي انصار للثوار للثوار يا مشعل للثوار هاي انصار هاي انصار شيعتكم هاي انصار كل العوام تعنتوا يا السادة باب المراد ما يضيع مراده مفتوح بابه ويحتضن وفاده للحاجة ما يخلف أبد ميعاده بيها سرار بيها سرار للزاير بيها سرار هاي انصار هاي انصار شيعتكم هاي انصار للثوار للثوار يا مشعل للثوار هاي انصار هاي انصار شيعتكم هاي انصار للثوار للثوار يا مشعل للثوار هاي انصار هاي انصار شيعتكم هاي انصار نتواصل واياكم بهذه التغطية الحية المباشرة من كل الطرق التي تؤدي إلى الكاظمية المقدسة هذه الطرق التي ملأناها بكوادر مخلصة الفرات الكاظمية على الموعد الفرات فرات أهل البيت على الموعد منذ انطلاق أول زائر كانت الفرات وضعت عدساتها وشاشتها بخدمة أهل البيت بخدمة راهب أهل البيت الإمام الكاظمي عليه السلام أوقفت كل البرامج السياسية والاجتماعية والثقافية ووزعت كوادرها الفنية والهندسية من مصورين ومراسلين منتشرين على كل الطرقات وكوادر مخلصة تعمل إلى الآن في استوديو الفرات من أجل إظهار هذه الصورة البهية التي ترونها أمامكم هذه الصورة هي صورة العزاء عزاء أهل العراق عزاء الإمام الكاظمي عليه السلام هذه الصور المتعددة إلى الآن نتواصل وإياكم ونحن نقترب من منتصف الليل ونتواصل
مباشر تغطية هذه الزيارة. نعم منذ الصباح الباكر انطلقت كوادرنا من أجل هذه التغطية، وهذه التغطية هي عهد وميثاق مع أهل البيت عليهم السلام. هذا عهدنا دائم ومستمر وعزاؤنا مستمر، وهذا العزاء هو عزاء للزهراء وعهدنا لن ينقطع. نعم إننا نتواصل، نوقف كل شيء، نترك كل شيء من أجل أهل البيت عليهم السلام، نتحمل كل شيء من أجل أهل البيت عليهم السلام، وما هذا إلا قليل نقدمه إلى هذا الإمام البر التقي الرضي الزكي النقي الإمام الكاظمي عليه السلام. وهنا أنا أذكر من هذه القصص التي تركها لنا الإمام الكاظم، القصص العجيبة والآثار الطيبة التي ننهل منها اليوم العقيدة، وننهل منها التمسك، وننهل منها النهج القويم الذي خطه أهل البيت عليهم السلام. يذكر أن هناك كان رجل في بغداد يسمى بشر الحافي، سمي بعد أنه بشر الحافي. هذا بشر له بيت معروف، كان الإمام الكاظم عليه السلام يمر على هذا البيت ويسمع صوت الطرب ومزامير الشيطان تعلو من هذا البيت. فخرجت جارية من البيت ترمي القمامة، فعندما رمت القمامة استوقفها الإمام الكاظم عليه السلام فسألها، فقال لها: صاحب هذا البيت حر أم عبد؟ استغربت السؤال من هذا الرجل، فقالت له: بالتأكيد حر. قال: نعم إنه حر، لو كان عبد لخاف مولاه، لو كان عبد لخاف مولاه. وذهب الإمام الكاظم عليه السلام. عادت الجارية إلى المنزل، سألها بشر، قال لها: ما الذي أبطاك؟ قالت: رجل استوقفني وقال لي هذا الكلام، لو كان مولاك عبدا لخاف مولاه. هذه الكلمة أيقظته من غفلته من الله عز وجل. فقال لها: من أي اتجاه ذهب؟ قالت له: من ذاك الاتجاه. فخرج ونسى أن ينتعل حذائه، فخرج حافيا بشر يبحث على أثر هذا الرجل، وهو بنفسه يفكر هذا الرجل إنه موسى بن جعفر، يعلم أن هذا الكلام لموسى بن جعفر. إلى أن وصل إلى بيت موسى بن جعفر الإمام الكاظم عليه السلام، وقال له: هل أنت الذي استوقفت هذه الجارية؟ قال: نعم، لو كنت عبدا لخفت مولاك. فخر باكيا وتاب على يد الإمام الكاظم عليه السلام، ومن ذاك الحين أصبح وأمسى يسمى ببشر الحافي، وإلى الآن أصبحت هذه القصة قصة عجيبة لهذا الرجل بشر الحافي الذي أصبح متقيا ورعا ملتزما بالخلق والدين على يد الإمام الكاظم عليه السلام. يا سيدي ويا مولاي، نحن كلنا بشر، نحن كلنا غافلون، نحن كلنا اليوم محملين بالذنوب، وما لنا سواكم، وما لنا إلا أن نقترب منكم ونتوسل إليكم أن تمحوا ذنوبنا وأن نكون بقربكم. والله أنتم الوسيلة وأنتم الغاية، والذي نتقرب بكم إلى الله عز وجل. احنا غير حسين ما عندنا وسيلة. نعم إن هذه الوسيلة وسيلة الحسين، وهم أبناء الحسين، نتقرب بهم من الله عز وجل، نتقرب كي نكون قربهم دوما في الدنيا وفي الآخرة. أعزائي، ها هي الفرات الحسينية بكل كوادرها، وإلى الآن تواصل وإياكم بأداء هذه الخدمة وأداء هذه التغطية الإيمانية التي يرسخها هؤلاء الموالون والمحبون والمعزون لأهل البيت عليهم السلام. هذه انتقالة وعودة إلى استوديو البث. طلعت جسر مطروح
جينا الموسى بن جعفر خدنا بدمع يتعفر راسي فاطمة وحيدر يا مسمون يا مسمون يا مسمون جينا بعين سجابة بقلب نيران لهابة جبدك نبجي وصوابة يا مسمون يا مسمون جينا الموسى بن جعفر خدنا بدمع يتعفر راسي فاطمة وحيدر يا مسمون يا مسمون جينا بعين سجابة بقلب نيران لهابة جبدك نبجي وصوابة يا مسمون يا الحزن مولانا يجمعنا بيك اللي بينفاجعنا عليك تهل مدامعنا يا مسموم يا مسموم شيعة ونهتف بعبرة وحق الطاهرة الزهرة نجيك زحوف للحضرة يا مسموم يا مسموم الحزن مولانا يجمعنا بيك اللي بينفاجعنا عليك تهل مدامعنا يا مسموم شيعة ونهتف بعبرة وحق الطاهرة الزهرة نجيك زحوف للحضرة يا مسموم يا مسموم إلك أرواح نفديها مهج لجلك نضحيها عليك العين نعميها يا مسموم خلها عداك تسمعنا بيك احنا تولعنا عنك يا هو يمنعنا يا مسموم يا مسموم وحق الضحى بجفوفه نجيك بروح ملهوفه ضريحك لازم نطوفه يا مسموم يا مسموم يسمنا احنا بعالي الاكبر لو اني اليوم نتوذر فداك الروح والمنحر يا مسموم يا مسموم جينا الموسى بن جعفر خدنا بدمع يتعفر راسي فاطمة وحيدر يا مسموم يا مسموم جينا بعين سجابة قلب نيران لهابة جبدك نبجي وصوابة يا مسموم يا مسموم لك سيدي تعنينا فداك العمر وسنينا يا من حبك سكن بينا يا مسموم يا مسموم جينا اليوم مشاية لك يلبيك الكفاية بدينا ترفرف الراية يا مسموم يا مسموم لك سيدي تعنينا فداك العمر وسنينا يا من حبك سكن بينا يا مسموم جينا اليوم مشاية لك يلبيك الكفاية بدينا ترفرف الراية يا مسموم يا مسموم إذا ما نبكي لمصابك إذا ما نعتني لبابك صعب نسمى أحبابك يا مسموم يلساكن ضمايرنا رسمناك بنواظرنا مصابك هز مشاعرنا يا مسموم يا مسموم أبو طلبة يسمونك يا المرض اللي يزورونك نضح الروح لعيونك يا مسموم يا مسموم صعب نقول ما نقدر وعن جاية نتعذر نجيك زحوف والكوثر يا مسموم يا مسموم جينا الموسى بن جعفر خدنا بدمع يتعفر راسي فاطمة وحيدر يا مسموم يا مسموم جينا بعين سجابة قلب نيران لهابة جبدك نبجي وصوابة يا مسموم يا مسموم يا بيار غبيك نتباهى شمس والدنيا ضواها بعالي الصوت قلناها يا مسموم وثيقة تعهد بدمانه لكنك